السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. تابعونا بعد الفاصل. البداية من صحيفة طريق الشعب، حيث نقرأ مقالا بعنوان هل هذا صحيح في عمود راصد الطريق أو في عمود راصد الطريق. يتحدث المقال عن تسجيلات صوتية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيها متظاهرون من خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية مكتب رئيس الوزراء ومستشارين حكوميين بمساومة مندوبيهم على تعيينهم في وظائف مقابل التخلي عن تمثيل بقية زملائهم. حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة. يبرز المقال أهمية الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذه الاتهامات، داعيا الحكومة إلى توضيح موقفها بشكل علني. ويشير الكاتب إلى أن مثل هذه الأساليب الملتوية تعكس فسادا عميقا داخل النظام، مطالبا بمحاسبة المسؤولين المتورطين إذا ثبتت صحة هذه الاتهامات. في تسجيلات صوتية ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم متظاهرون من خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية صراحة مكتب رئيس الوزراء ومستشارين لدى الحكومة بمساومة مندوبيهم وتعيينهم في وظائف مقابل التخلي عن تمثيل بقية زملائهم من الخريجين. وحتى الآن لم يصدر أي إيضاح أو تعقيب على ذلك من الحكومة. نعلم مثل غيرنا أن الحكومة الحالية تميزت عن سابقاتها بتعيين جيش من المستشارين الذين لكل منهم عدد كبير نسبياً من العاملين معهم، وإذا صحت أقوال المتظاهرين فهي تكشف أساليب ملتوية يمارسها أشخاص مجردون من الصدق والأمانة، وما ينتظر من الحكومة هو عدم القبول بمثل هذه التصرفات وأن تبين ذلك بصراحة وعلانية، فالسكوت كما يقال من الرضا. وإلى صحيفة صوت العراق، حيث نستعرض مقالاً للكاتب عزيز الخزرجي بعنوان كذبتان كبيرتان في الدستور. يسلط المقال الضوء على الكذب والنفاق الذي يمارسه الساسة والأحزاب العراقية، متهماً إياهم بسرقة حقوق ومستقبل الأجيال القادمة. يشير الكاتب إلى أن الدستور يتضمن وعوداً لا تطبق في الواقع، ويؤكد أن الشعب العراقي يجب أن يسعى لفهم حقوقه ومعنى الحرية بشكل كامل لتحقيق حياة كريمة والتخلص من نظام المحاصصة الحالي الذي يعيق التنمية والعدالة. وينتقد الكاتب الحكومة الحالية لفشلها في تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتعزيز سيادة القانون، معتبرا أن التصريحات الرسمية لا تعكس الواقع الحقيقي لمعاناة الشعب. هكذا أفسد ساسة العراق وأحزابه بلا حياء ووجدان في الحقوق بالكذب والنفاق عندما سرقوا العراقيين ومستقبل الأجيال القادمة، وللآن يسرقون بالأكاذيب التي وردت في الدستور. أكبر كذبتين في الدستور يتم طبعهما ونشرهما في الإعلام كل يوم صباحاً ومساءً، ويتم الحديث عنهما من قبل المتحاصصين، لكن لا أساس ولا واقع لهما في حياة العراقيين، في حياة أكثر من 95% من الشعب، بل يتم تطبيق العكس عليهم من خلال الرئاسات والحكومة والبرلمان والقضاء الفاسد. لذلك أرى أنه ما زال على الشعب أن يقرأ ويجتهد أكثر ليعرف الحقيقة والحقوق ومعنى الحرية بشكل كامل، ليعيش حياة كريمة بعد التخلص من هؤلاء المتحاصصين لقوتهم. وإلى موقع قناة الرافدين الفضائية، ونقرأ مقالاً للكاتب محمد الجميلي بعنوان ملك العلماء الناصح الأمين. يتناول المقال حياة الشيخ العلامة عبد الملك السعدي، مشيداً بمواقفه الشجاعة في نصح الحكام والابتعاد عن المجاملات والمناصب. يصف الكاتب الشيخ السعدي بأنه رمز للعلم والورع، محذراً من الجماعات المتطرفة والانحرافات العقائدية التي تسعى لتشويه صورة الإسلام الصحيح من أمثال نهر الكسنزاني ورباط المحمدي. ويدعو المقال إلى الدفاع عن الشيخ السعدي والوقوف ضد الفرق الباطلة التي تحاول تقويض عقيدة أهل السنة والجماعة في العراق،
كما ينتقد المقال تهاون الحكومة في التصدي للميليشيات والجماعات المتطرفة، محملاً إياها مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في البلاد. يجب أن يعي الجميع أن هذه المحافظات التي قاومت الاحتلال الأمريكي وأذاقته مر العلقم، والتي تربى أبناؤها على حب القرآن والسنة وبناتها على الفضيلة، مستهدفة أيما استهداف، ليس بالمخدرات والاعتقالات والإعدامات والإفقار فحسب، بل الأخطر من ذلك هو خطط محو الدين الحق ومحاربة السنة النبوية الشريفة بنشر الزيغ والضلال والانحراف وتشجيع الشباب والشابات على التمرد على دينهم ومعتقداتهم وتسهيل المنكرات أمامهم. وهذا لعمر الحق ما يعملون عليه. ونصيحة للذين يدافعون عن الشيخ السعدي وخصوصاً العلماء منهم، شكراً لكم، فهذا من حق الشيخ عليكم، وإن كان الشيخ لا يطلبه ولا يهمه ذلك، ولكن الواجب الحق عليكم أن تحذروا مما حذر منه الشيخ من الفرق الباطلة والجماعات المنحرفة من أمثال نهرو الكسنزاني، وتفضح ضلاله وابتداعه، وتحذر المسلمين من خطورة منهجه وما يكيده لأهل السنة، فهو بيدق بيد إيران وميليشياتها ينفذ أجنداتهم ومخططاتهم في استهداف دين الإسلام الصحيح. ومن يحب الشيخ السعدي ويدافع عنه وينصره عليه أن يفضح تلك الجماعة الخطيرة التي تسمي نفسها الرباط المحمدي وتزعم أنها على منهج الإسلام الصحيح وتتهم غيرها بأنهم إرهابيون أو متطرفون أو تكفيريون، وإنما هي مخلب بيد ميليشيات الحشد ترتبط بهم ارتباطاً وظيفياً ومؤسساتياً. وإلى صحيفة لوموند الفرنسية، حيث نستعرض تقريراً عن التحقيق في هجوم 7 أكتوبر على مستوطنة بئيري الإسرائيلية. يبرز التقرير اعتراف جيش الاحتلال بفشله في الدفاع عن المستوطنة، حيث قتل أكثر من 100 شخص واحتجز 30 آخرون. يطالب سكان المستوطنة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وهو ما يعارضه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. ويشير التقرير إلى أن الحرب المستمرة في غزة أدت إلى تأخير دراسة مسؤولية القادة الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين عن انهيار دفاعات الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية. في المجمل، تسبب الهجوم في مقتل ما يقرب من 1200 إسرائيلي وأسر 250 إسرائيلياً، وتوصل المحققون إلى سلسلة طويلة من الإخفاقات تتراوح بين عدم استعداد القوات المتمركزة حول غزة والرد المتأخر والفوضوي على هجوم حماس، فضلاً عن تبرئة ضابط رفيع المستوى وهو الجنرال باراك حرام، والذي سمح للدبابة بإطلاق النار على منزل كان مقاومون فلسطينيون يحتجزون فيه 14 مستوطناً من أي مسؤولية عن القتلى عن هذه الطلقة والهجوم الذي أعقبها. وتوصل المحققون إلى أنه كان على السكان الدفاع عن أنفسهم بمفردهم تقريباً لمدة 7 ساعات، وأن الجنود تواجدوا لساعات عند مدخل المستوطنة لكن لم يدخلوا لمساعدة السكان بسبب فشلهم في تقييم الأحداث. وأشاروا كذلك إلى أن القوات أعطت الأولوية لإجلاء جرحاها، وأوردت الصحيفة أن هذه الفوضى هي نتيجة انهيارات متعددة تشمل انهيار التنظيم العام للدفاعات حول غزة، والذي تم تصميمه دون تصور أن مقاتلي حماس قد يتمكنون ذات يوم من عبور السياج الذي يحيط بقطاع غزة بشكل جماعي ثم ضرب مواقع متعددة في وقت واحد. وإلى صحيفة ذا نيشن الأمريكية، حيث نقرأ تقريراً بعنوان: مع اقتراب الانتخابات الأمريكية الناخبون المسلمون يرسلون رسالة. يناقش التقرير تأثير الناخبين المسلمين على مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حيث يشير التقرير إلى انخفاض نسبة تأييد المسلمين لرئيس جو بايدن إلى حوالي 5% مقارنة ب 80% في انتخابات عام 2020. يحذر التقرير من أن هذا الانخفاض قد يكون كارثياً في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وبنسلفانيا. ويبرز التقرير أيضاً دور ترامب في تأجيج الاستقطاب السياسي وإثارة المخاوف بين الناخبين المسلمين بسبب سياساته وتصريحاته المعادية للإسلام.
إذا اتخذ المسلمون الأمريكيون إجراءات مماثلة لنظرائهم البريطانيين في تشرين الثاني نوفمبر، فيجب أن يكون الرئيس جو بايدن قلقاً للغاية بالفعل. فمن بين المليون أو نحو ذلك من المسلمين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، اختار ما يقارب 80% منهم التصويت للرئيس بايدن. أما اليوم فقد انخفضت النسبة المؤيدة له إلى حوالي 5%، وذلك وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته منظمة إمجاج، وهي منظمة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية في المجتمعات المسلمة في أمريكا. وأوضحت الصحيفة أنه يمكن أن يكون هذا الانخفاض كارثياً في ولايات مثل ميشغان وبنسلفانيا، حيث تعد أغلبية بايدن أقل من إجمالي عدد السكان المسلمين. لقد أثبت نجاح الحركة غير الملتزمة بالفعل أن الناخبين المسلمين وكذلك اليسار المناهض للحرب قادرون على تنظيم أنفسهم في كتلة واحدة، فقد أدلى أكثر من 13% من الذين صوتوا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشغان بأصواتهم على أنهم غير مهتمين، وبلغت هذه النسبة حوالي 19% في مينيسوتا. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. في تجمع نبع العوجة قرب مدينة أريحة شرق الضفة الغربية المحتلة، تعيش نحو 120 عائلة فلسطينية قلقاً متزايداً جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين والتي تحول بينهم وبين وصولهم إلى مياه النبع لسقاية حيواناتهم. وقبل نحو 3 أشهر شيد مستوطن إسرائيلي بؤرة رعوية في نبع العوجة في محاولة للسيطرة على المكان. يقول فلسطينيو المنطقة إن مستوطناً يملك قطيعاً من الأغنام يسيطر على المنطقة ويحول دون وصولهم إلى مياه الري في خطوة لتهجيرهم بدعم إسرائيلي رسمي. ويعد نبع العوجة واحداً من أهم وأشهر ينابيع المياه في غور الأردن شرق الضفة الغربية، كما يعد موقعاً سياحياً يلجأ إليه الفلسطينيون في فصل الصيف لوفرة مياهه. ذكر عمدة المنطقة أن السكان يسقون الأغنام ويجلبون المياه من مجرى النبع الذي لا يبعد عن منازلهم سوى عشرات الأمتار، لكن الوضع اليوم تغير حيث يمنع السكان من ذلك بقوة العربدة الإسرائيلية. وأوضح العمدة ذلك قائلا إن المستوطن يترقب مواقيت ري الحيوانات ويجلس لنا على الطريق ليمنعنا من الوصول إلى موقع النبع ويستعرض قوته على الرعاة ويستفزهم ويخيف القطيع.
والآن مشاهدينا نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. البحري يمكن نستفيد منه في الإنقاذ البحري، يمكن نستفيد منه في المسح البحري والدراسات البحرية، ممكن نستفيد منه. إذا كان أنت عندك مسح جيولوجي بحري تقدر تركب للأجهزة، بتصمم الجهاز متاعك كده على حسب المطلوب. نقدر نستعمله في الإنقاذ البحري ونستعمله في إنقاذ الغرقى من البحر. مثلا عندي قارب في البحر ما قدرش نوصل له، ممكن نبعته لي، بحيث مثلا عندي سلك ولا حبل ولا حاجة نبعته للجهة الأخرى. هو الجهاز ميزته ان انسيابي، وفي نفس الوقت مهما كانت حتى الامواج ومهما كانت العواصف والوحده حتى ينقلب الفوق ويلاطي ويدير، لكن يرجع لوضع الطبيعي. هي هذه ميزه التصميم اللي فيه، حتى مثلا في البحر المفتوح يبقى في امواج عندك عاليه تبعت عادي، ما فيش مشكله. مشاكل عدم توفر المواد، بالذات المعدات الأجهزة الصغيرة الحساسة واللي تدخل في الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي بتدخل فيه عالم الروبوت، تقنية الروبوت. تقدر دخل عليه الذكاء الصناعي في مجال الغوص، ممكن تقدر تغوص لأعماق حتى توصل 100 متر 50 متر، تاخذ عينات مثلا من قاع البحر اذا كانت تبي تحليل تربه ولا تحليل معادن. والله هو كانك انت بتعمله كانتاج مش هاوي، يعني كانتاج بتصنع وبتبيع. هذا طبعا يبي تجهيزات ورشه كبيره، يبي عماله، يبي فنيين الكترونيك، فنيين في الكهرباء، في بناء السفن، يعني تبي طاقم متكامل. وهذا احنا نتمنى ان نوصلوا له. وبهذا الفيديو نصل إلى ختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في حلقة جديدة نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.